بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، توقفنا عند الفصل الذي ذكر فيه المؤلف استحباب قراءة القرآن جماعة، وبالضبط عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الصفحة 49. نعم. قال: وعن معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل خال المؤمنين وأميرهم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. والحديث صحيح، أصله في مسلم. وقال المؤلف: رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والأحاديث في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى قوم من أصحابه في المسجد فوجدهم مجتمعين، فسألهم وقال: ما يجلسكم؟ لماذا اجتمعتم؟ لماذا أنتم في حلقة مجتمعين؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى صوره كثيرة جدا، أشرفها وأعظمها ما نصنعه نحن الآن، وهو طلب العلم الشرعي. أشرف مقامات ذكر الله عز وجل في الاجتماع هو أن يجتمع الناس لطلب العلم الشرعي، لمعرفة رب العالمين ومعرفة مراده ومعرفة أوصافه وفقهها وتطبيقها ومعرفة فقهه وحلاله وحرامه. وعليكم السلام. هذه أشرف، أو هذا أشرف مقام يذكر فيه رب العزة. ثم تأتي المقامات الأخرى التي فيها يقرأ زيد، ثم يقرأ عمر، ثم يقرأ محمد، ثم يقرأ عمر، وهكذا يقرؤون القرآن واحدا تلو الآخر، يسمع أحدهم الآخر، يجيز أحدهم الآخر، يلقن أحدهم الآخر، يصوب، وهكذا. قال: ونحمده على ما هدانا للإسلام، أي يعظ بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا. وأنصح الطلبة فيما بينهم أن يتذكروا نعم الله عليهم، لأن تذكر نعمة الله عليك من أعظم المواعظ. ولهذا قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تحدث مع صديقك، تحدث مع صديقتك أنك كنت جاهلة فمن الله عليك فصرت متقنة، وأن هذا لم يكن إلا بالصبر والمواظبة والهمة. وإذا رأيت منها قصورا وتقصيرا فذكريها كتابة ومشافهة، لأن الهمة تضعف ونارها تخمد، والصديق وظيفته إيقاد الهمة في صدر صديقه وتذكيره. فلا بد من التذكر فيما بيننا. مثلا كنت تجهلين أحكام الصلاة، تعلمتها وصبرت وأخذ منك ذلك أسابيع فصرت متقنة، ذكري صديقتك بهذا، قولي لها: تذكرين لما كنا قبل شهر لا ندري شيئا، وها نحن الحمد لله نعلم هذا. هذا يزيدك همة، حتى لما الشيطان يجي يثبطك ما يقدرش. علاه؟ لأنه عندك سلاح وعندك عضد وهو صديقك أو صديقتك. عندك حلقة تتكسلي تذكريها، تقولي لها: لولا تلك الحلقة أكنا نعلم كذا وكذا، لولا تلك الحلقة أكنا تفقهنا في كذا، وهكذا حتى تتقد همتها وتأتي ولو في تعب ولو في مرض ولو تخللا للأشغال، ولو تخللا للأشغال. لأنه ربما عندك دراسة في المكتبة، ربما عندك تحضير لامتحان، فالشيطان يضخم هذا فيقول لك: لا تذهبي إلى الحلقة لأنه عندك امتحان، عندك فرض، عندك تحضير. وأنت تعلمين
أنك تضيعين أضعاف أوقات الحلقة في غير الحلقة على حساب التعلم وعلى حساب الامتحان وعلى حساب الأشغال. ثم الحلقة الشيطان عظمها على أساس أنها ممكن تأخرك وممكن تعوقك وممكن، فاهمين المقصود؟ لا بد من أن نذكر بعضنا ولا بد من أن نعظ بعضنا. أنا قلت هذا في باب العلم، طبقوه أيضا في باب الطاعة وفي باب المعصية، طبقوه في باب الطاعة وفي باب المعصية. قال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. تخيلوا فرحتهم، تخيلوا فرحتهم عندما أخبرهم رسول الله بهذا. تخيلوا ونحن جلوس ندرس كما نصنع، يأتينا رسول الله فيقول ويشير إلينا أن الله الآن يباهي بكم الملائكة بأسمائكم وذواتكم وشخصكم، بأن الله عز وجل يقول فلانة بنت فلان ويمدحها ويثني عليها، وأنت الآن في المجلس، وهذا هذه بشارة من رسول الله، يعني وحي، مش إنسان عادي جاء قال لك حبي يعظك فقط، لا، جاي بشرك النبي عليه الصلاة والسلام. فيا الله كيف تكون فرحتهم الذين كانوا في هذا المجلس ودخل عليهم رسول الله، كيف هي فرحتهم لما بشرهم بأن الله يباهي بهم؟ من؟ الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة. قال: وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس. طبعا قبل هذا، قول الترمذي حديث حسن غريب، هذا يدرس في علم مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث. والترمذي إذا قال هذه الجملة فالعلماء لهم فيها توجيهات: حديث حسن أي إسناده إسناد الصحيح، إلا أن رواته ليسوا كرواة الصحيح من حيث الدقة والحفظ، وكلهم ضابط، كلهم ضابط. والغريب هو ما أتى من طريق واحدة، يعني إما رواه صحابي واحد، وإما رواه صحابيان أو أكثر ولكن عنهم في رجل في السند واحد، هذا معنى الغريب، وكما قلت أصله في مسلم. قال: وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وهذا فيه شرف السماع، وهذا أيضا من السنن المهجورة اليوم بين طلاب العلم. قديما كان طالب العلم يقول لصاحبه: تفضل دعني أسمع شيئا من القرآن، فصاحبه يرتل وهو يسمع فقط، ولهم في هذا برنامج، هذه واحدة. ثانيا لنا في هذا حديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: إني أحب أن أسمعه من غيري، لما قال له الصحابي: هل أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فسماع القرآن فيه شرف، ولكن شرفه عند الأكثر دون شرف القراءة، القراءة شرفها أعظم من شرف السماع، والسماع له فضله كما ترون، وهو يزيد في أشياء كثيرة من الإيمان والمودة والأخوة. ونقتصر على هذا إن شاء الله، لأن مشحت صوني وقيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.